السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولله شرفت بضن عدواني السلام إن أيكو سود وادا كنا الكين عافيماتك الدكتور كعافيماتك غويسك ما در أنت مسأيس كوارك ثان نبهرك كابوكسن وعي يا عبقي الدب ديرادي نبهر هذا سوا هذا كوا كاجي على شركة تبديسة سيدا وتشيجا جمعها يا عجها ونبر فين أما عابقة وينفكشن عبورية ومركز دويسو أما دواعد قادتان تبوتيجا أما قريمة قادتو هدنا مركي بحال كيدو بقى صو لعبنا يا أو كوكو صو نغ نغنا يا فينا كوكو صو نغ نغنا يا نبهر كوكو صو نغ نغنا يا وأن كاد دوا بينين ما يسكو عرق تايو مكو عرق تاجر كاجا سلاكين نبهر دينا عقودها سيدا عيريدكا ومركا كوشيحان أما كوبوكسن وايا مضبضان ومركز تال عدايته أما عدايقا عد مرسطي الكها كوديغا يا ما يسكو عرق تا نبهر دينا عدالغادا أما قودها تشيركا ويقونا سيدا وكالي كوديغا يا أما انتا بدن كابوكسن وايا ما عرق تا هذا بكو واحد داد اسكو عرقتو ومقالكن مقالكا ينو دونينو ينو كعاويو اسلامر كانا ينو صوبان ديگينو وحاكو كوير اما اد كترتا حالة دالليا فيتامين سي ديفيسنسيس وحاكو لو كترتا حالة دالليا فيتامين اي ديفيسنسيس وحاكو لو كترتا حالة دالليا دادو كوبر عن ايرون ديفيسنسيس وحاكو لو كترتا حالة دالليا سينكي ديفيسنسيس كواسا ياكو كوير فيتامين هذا فيتامين سي جا أيه شركة قاعد وغير فيتامين إيه جا أيه شركة قاعد وغير معدنها إنسان شيالكا أي كم يتهاي كبر يسينك يا إيرون أيه شركة قاعد وغير وكو أكو إنه دون إنه مركعين أدله هنتكيشو هذا بكو أنا العادي ستة وحيكو قصة ما ينيا إنه نبروه أي كابك سدان هذا وتشي كاجي يالن يهدي جمعها كاجي يالن يا هدي شركة أنت كله بارتيسكي سكله أما غيبيه سكله أي كاجي يعلن بيد من الله هدي لهاي كرات قرب قالوا ودودة يأيدهم كي لهاي يسوافقان وتكون بكسنة إيسا لكن محل وجب هنيا مركز مقال كان عرقتهم تون أنت بدنا وين يستعملنا عن طلعين وقدر سنة ملعب كنا وابلغ يا بجريه نين نويل حبوبته ووحا وقفرها بداني بلشدان وايستعماشو وحا كلو يدنا مقال كاري نو صارا عبيتان كاللي انتا ويساقوني نوغو تيرا وبلشدان وايستعماشو هادبا محا سحسن سن لكن محا قلدا سيديا باي وحيهين انتا بلشد وايستعمالي ساهدنا وحا لغايا با سوهاش شادونا ينغطو ملابكا وان استعمالا تونتا وان استعمالا لينتا وان استعمالا قارهان لين معانتا وان استعماله هذانا نبهر هذا وشيء يكوي الله ولي ويبضانيا ويجد واب اللهين حلكم حوي هاي سلكن دبتو هالكاي كاي ما يسا واتن هذا بطر يقدر توس كاي إنه دون إنه إنا إنه إنه قاب كانوا مر تختار كمر كذو تكتو الدواء وكوس وقرو وحو كوسية دوس وحلا يراهدو أما تشامبر بيريود وحلا يراهدا أي دواء كوسية وحلو جود هذا مالين تابلو مالين تاساني كادا مانيسا هدي اي بوكسون ويدو ولوغو سوء عليا دوا دوا دي كدوان باللوغو قران إلا انت نبركو كابوكسان ايو هدبا ودي قدع سببت اللو مرا وحوويان هدا دوا مر نبكا لچوچسو وحفا ايداهو حبا يراتات هلسا مجرسو هدبا هوم ريميركا قوديسا اما قوريغا مركا اينا وحكو سمايستان اينا اما وحكوريغا اينا دونا اينا اينا معدا كيهلنو اما فيتامين اينا كيهلنو ايا يساق قوديسو حبو بهاي هاي داوس وحان او بهان يهي كونستانتالي يوسي اناد كو سميسو سي مركات جوكتاهو كونستانتالي اناد شايقو قالتو واناد كراتشاري سي فريقوانتالي انادو استعماشو واناد جوجوكين اما اناد مركا اناد قامو دحايسيني كوان قابكا اديس كو حرايسا اما ادو غفا ايديستانيسا ما ها قاب دي باعتبادا منا احادا وحاين تبادا نتا اسكو دردارتو وقت بادا كا قاداني اما قصابا إلا دينتا سوو قادتو كاناد اسكو دارتو كاناد اسكو دارتو ومركا عاد كان بانت ساعت كاساميساتو واد اسكو دارتو ماها ميد كاستا عين كيسو باس كا استعمالي دونتا كليا وحا لياقب بهاي يهيون إن الله صاحيبتو وحا الله صاحيب ايسا
ina soo qaadato tamaatada ama xabuubta ama yaanyada fushahan seenu naqaano yaanyada ama xabuubta waxaa isticmaali doontaa ina cabitaan iyo juice ka dhigato waxa kale oo yaanyada qudheeda sameyn karta xilliyada qaar inta kala jeexdo haddii aad awoodo nabarada maqaarka iyo wajiga iyo gamcaha kaaga yaala dusha ayaad ka marin kartaa salindaraanta dusha looga marin karo ama muuska dusha looga marin karo ayaad iyadana uga marin kartaa waxay ka mid tahay fruitiska usefulka ee beneficialiskeeda iyo benefitiska faraha badan leh ee macdanuhu ay ku jiraan ee antioxidantiska leh ee antidisinfectantiska leh ama waxa loo yaqaan disinfectantiska leh ee antisepticiska loo isticmaalo ayay ka mid tahay waxyaabaha inta badan wax lagu nadiifiyo ee lagu clean gareeyo ee xataa waxyaabaha alleyno soo sameeyo waxa laga soo sameeyaa waa tomatoeska ama yaanyada ama xabuubta marka xusuusnow way nadiifinaysaa goobtaas oo way caddaynaysaa qoloftana way ka qaadaysaa nabarkana way soo ururinaysaa waxaana ka qayb qaadasanaysaa inuu markaas faytamiinka leh faytamiin C jirka ay siiso ama jirkaagu ka qaato oo sidaa nabarkii ku soo ururo oo healingkiisi iyo recoverygiisi uu soo dhawaado oo sidaa aynu kaga bogsanno faytamiin C-ga ilaha ugu waaweyn ee laga helo waxaa ka mid ah muuska laakiin muqaalkeena dabcan waxaa laga yaabaa inaanu inugu jirin ee waxa imika inugu jira malabka malabka waxa uu ka mid yahay shayada ugu qiimaha badan sababta uu shayada ugu qiimaha badan u noqdayna waxa uu ka samaysan yahay different compounds wax la yaa ama different ingredients wax la yaa uu ka samaysan yahay yacni marka ay samaynayso shinidu ubax kaliya kama samayso ubaxyo kala duwan ayaa ka samaysa taasi waxay ka qayb qaadanaysaa inaynu fursad u helno inaynu ka heli karno different vitamins vitaminada jirkeenu u baahnaa ee kala duwana iyo different essential minerals macdano kala duwan oo isaguna uu jirkeenu u baahan yahay inaynu ka helino haddaba malabku malabka dabiiciga ah ee asliga la saaxiib wuxuu ka daweyn doonaa dhammaan xanuunada kugu dhaca iyo kuwa kugu dhici doona iyo kuwa kaa bogsan waayey intaba hadduu noqdo caabuq iyo finan wajiga kaa soo baxa hadduu noqdo nabare gudaha kaaga yaala intaba waa u fiican yahay wax dhibaato ah oo qofka uu ku sameeyaana ma jirto sonkorihiisuna waa sonkoro dabeeciya oo aan qofku waxba yeelin oo markaas faa'iideyna u daraan maahaane aan markaa qofka ku badanin waa malabka nuuciisa saafiga ah ee dabeeciga inaad la saaxiibto ayaynu isxasuusinaynaa toontu waxay ka mid tahay shayada ugu fiican ee iyaduna leh healer substanciska ama walxaha lagu bogsado keliya waxaa lagaaga baahan yahay toonta markaad qaadanayso inaad iyada biyaheeda aada isticmaasho ama wax yar dabka aada iska geliso ama cuntada aad aada ugu shiidato ama cabitaanka aada ku shiidato taas ayay kuu faa'iideynaysaa oo aad ka helaysaa runtii inaad faa'iido farabalaana aad ka hesho haddii aanad markaa cuntada ku shiidan karaynin waad tumaysaa biyaheeda ayaad ku darsanaysaa cuntada ama sidaad u isticmaalaysaa haddii ay laabjeexan zaa-id aad leedahay ama calool-olol zaa-id aad leedahay xilliga calooshaadu ay maran tahay cuni maysid ee xilligaa waad iska joojinaysaa waxaa kale oo iyaduna dabcan muuqaalkan inoo saaran liintu cabitaan laga dhigto liinta gaar ahaan liin macaanta liin bambeelmada liimaha noocyadooda kala duwan marka laga reebo liin dharaanta oo iyaga siyaabo kale looga faa'iidaysto ama xanuuno kale lagu daweeyo ama qaab kale looga faa'iidaysto siin maqaarka dusha layska mariyo in cuntada lagu darsado in calool istaaga iyo waxyaabaha ama qofka marka uu qarasku iyo calooshiisu ay sifadka ay iska bedesho ama calooshu qofka markay ku samayso food bainsku waxaasu markuu dhaco la isticmaalo laakiin liilmacaanta ama liimaha caadiga ahi waxay kuu saamaxayaan inaad hesho inaad markaa aad ka qaato ama aad ka hesho faytamiinka leha faytamiin c cambalas oo main sourceska ugu weyna taasina waxay kuu awoodeynaysaa awoodda jirkaaga kaga difaacaaga taa iskaga celinaysa ama aad kula dagaalamayso noolaha irinmaqabatinka mudayaasha inaga dhaawacma iyo kuwa kaa dhintayba inuu noo soo hagaajiyo oo kuwo cusub aynu helno oo uu noo soo bilqaa ayaa la arkaa kuwaasi waxay ka qayb qaadanayaan inaad energy fiican iyo tamar wanaagsan aad hesho inaad caafimaad fiican aad ka hesho inaad markaad ahaato qof aada ugu firinfircoon oo markaa runtii energy wacan iyo caafimaad fiican iyo nudayaashaadii iyo waxaagiyoo dhan ay dub isku duba dhacaan ayaad arkaysaa intaasi waa inta muuqaalka aynu iskugu bayaamineyna inay bulshadeenna xasuusinayna inay aada u qaataan si xanuunka looga muhiim maaha nabaraadigoole inaad qaadato markaad nabarada leedahay ama nabaradu ay kaa bogsan waayeen daruuri bay kuu yihiin
adigu aan lahayna inaad la saaxiibta waa kuu muhim, sababtoo ah prevention is a better than cure. Iyada ayaa ka fiican ka hortaga, iyo precautionka ayaa wax aad uga fiican yahay hadhowta oradka iyo daaweynta iyo gucraha iyo marba dhaqtar dhadaato. Isku dawee, isku dabiib, kaga hortag xanuunada, naftaadana la saaxiib oo la noolow, kuwan way ku anfici doonaan noloshaada iyo cimrigaaga inta ka hadhay. Intaas ayaan kusoo ururaynaa fiiman la xusaale qabtaan Facebooka, commentiga iyo gmailka waad nagu reebi doontaan. Fadlan la sii wadaaga muuqaalkan bulshadeena kale. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.